حب الناس الحقيقه يسوى كتير قوي، ويمكن في المواقف الصعبه وفي الازمات بيظهر قد ايه لما تكون بتتكلم على جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي. دعمه ومساندته لنجومه حتى لو كانوا مش بيمثلوا النادي الاهلي او حتى لو تركوا المستطيل الاخضر. طبعا حاله حب ومظاهره حب الحقيقه لعماد متعب، ربنا يطمن عليه ويشفيه، وان شاء الله يا عمده ازمه وهتعدي. لكن بالتاكيد حب الجمهور وحاله الدعم اللي حاصله، المظاهرات اللي حاصله على السوشيال ميديا والملايين اللي بيدعوا لك في كل مكان، ان شاء الله باذن الله تكون يعني دعم كبير جدا، وان شاء الله باذن الله نطمن عليك في اقرب فرصه. الف سلامه يا متعب الحراس. لعماد لقته خط حلوه، عماد مره ثانيه بيدور يمينه، عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، عماد 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 عماد.